لكن أنغو وحنو دونينا دور شفرن بانو دونينا ويقف كدتكو أي ربان وصبحا ما يقف صفك اللي قلنا وعن مركع صرينا وعن لنا وعن سالي يلا سادي اللي يلو هايو بندر بايلا ما كدا عيسا دور الشو أن إذا عدا الراديو تلجر يا تلفزيون كبا مركو روايدين ما تعلن يا مرك الله بعد وحنج على إن أنك الله حول الله حريرا برنامج كا ديمقراطية أنت أما سيد دتكو عذين أيام أما سيد الله قطر قلي وين ما وين فوت وحلا يراد بنت الآن وهي كجوريسا نظام كقبلها وحين بطلان أقولتي نظام كنن إيقاط أي أقولتي وعمركا جرتا وأياما هنصور نقنقنا إياه أرين لحريرتا لنا أمقابكا تدكو أي عطكو بحينا إياه أما الله دورنا إياه ما تقعنا قدومية إياه قدومية كلينكا نظام كدور شدا واحد مدى إن يعني مقدرو كجرو وايو ان وحان مرنا بان اهين نظام حران اهين وايتاي ان ليرا قف بي ماشي او خرنتاي اما اورور هبل كليا ايا قدوميها لغا سو قبانيا ان انت كلا لوما باهنا اما اورور هبل باه قف يا لبا قف كدينايينو اورور هبل ليرادو باه لبادي قف او كاميلايو دورشو ميشا سكا دحميسو تاسي وان اكسبتبل وي وحان لا أقبل كرين وي وهي شرعية ما أو شرع الله يستو مجرته لما ترتمي كرو شرع الله يستو يعدي ده يعدي ذكرتا من مجرته وحان مركا أمسنا هاي هدي لدونا يو بدلان إنه كجذبتو نظام كان قبلية أو أي نقطة مرايات كم مقطع بدلاً إيه صومالي أردنا إيه نقطو لدونا يو وإن عدالة دلو دوادا وإن تدك مامولك إيه هولها دور الشرط فراكو إيه إيه إن دد عدالة دو وإن إيه إيه تنكالي وعن مغلا إيه أنا هو عن كم داي إيه أما أنا هايبا إيه قدومي هوري تيك مدى بندر بايلا سياسة دانا إنتا هنكو سوجري وإيه بدنتاي لا صدق كيسنا وجودنا ميسي أيام كسر جري مران جورناليز معها ومدحتوية الصومالية أنجوجا وريا كاركا مدحوينا الصومالية مران برنا هي سياسة براكتس أن كسرنا هي مران حكومي أو عن ملابسنا الصومالية كم إذا أنصوا حكومي أنت وجودنا ميسنا بطلان بانجوجي أو كوي طبعا كيسنا إلى صورة في وحنا مايركا degmada bandar bayla waxaan kala ahaa gudoomiyaha gudoomiyasha budland oo aan laba jeer noqday ururka alkabal laba jeer baan noqday een aqoon ahaan ni siyaasada u bisil baanahay leadership sax baanahay waan garan kareynaa marka ee ma taqaana ee dibaatada maanta budland ka muuqata waa noo muuqata waayo budland xurriyad baan u la doonaynaa حرية حرية كو قول بانو لدونينا بدلا وحنو لدونينا نظام كحسبية ذا بضان إنو سيدو يهي وشقيو حسبية ذي باكور كيشي مدا ذي حسبية ذي ساركي ووهي شينو وحبا يسوي ذار سيدين نووي مصعوني سو أنا قدد بانا دورتي كمانكم دادا عدكو دان نسيه دونا يهينا نوحو غابنو دونا يهينا نمكديو كسارو دونا يهينا نرسنو دونا يهينا نهرمر أنو قارسينو دونا يهينا تدكي محيكو الله يهي هذه الله كان قف حزب صواق بصري ويا قف كان بمشي أنا وديفني وأوديفني وحكة غير بدن إن لا يسوق كانوا تدبي الله بعثك ابنات أما صدنا يصدع ابنات لا يسوق كانوا لا دورته رايد بيرسون كي قف كساعة وين لا دورته أو أي دقمة يكون أي سكر عصين دقمة قلنا سكر عصين تاي أو شعبي قد دقمة دو ورالي كيان تاوي يتندونينا تاوي يتربنا تاوي تمبيلا ايكا قوانتاي واتا تانو دونينا تانكا لانكو سوى قبا قبينا وايتاي او ان ليهاي هدي ان دورشاد حرطا بيلا لكيني
oo xornimo ay dadkayga iyo deegaankaygu ayan codkooda ku bixinay naga daaya xilligi doorasho ugu dambeysay Soomaaliya 17 sano laga jooga maanta Puntland haday ku guuleysato nidaamkan cod qof iyo cod ay ku guuleysato waxayna iconic u noqonaysaa hol Soomaaliya oo dhan ad Soomaaliya oo dhan waxay u noqonaysaa dadka maanta joogana taariikhda ayay gelayaan haday ku fashilantana waxay noqonayaan wax wax soo seen way aan ku waro waxba dhaam sida awgeed haynaga fashilinina doorashada doorasho furan waa in laga dhigaa doorashada wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha Puntland cid kastoo wax ka godo cid kastoo lixijo alo ka hayso Puntland waxaan ka codsanayaa in laga fiirsado nidaamkan codka loo xiraayo qof gaara annagu badanaa degmooyin fara badan ayaa fikrigakan anigu aan qabo ilaa qaba kuwa qaarkoodna sandareerto iyo waxunbay sameeyano kolleyba maaqan xalkooda uu yahay laakiin annagu waxaanu doonaynaa doorasho furan baanu doonaynaa waa in qofka dadku ay rabaan uu soo baxaa maa qofka safka laga gelinayo waxaan marka codsanaynaa oo aan leenahay waa in saa la yeela saa haddii la yeeli waayo bandarbayla ma ka dhacayso doorasho aniga sicidanteenaaba oranay waxayna uga dhacayna waxay tahay dee waxaanu doonaynaa baanu weynay oo waxaan doonaynaa maxay tahay waxaanu doonaynaa doorasho nidaamsan oo sharci ah oo anagana farxad gelisa dowladda haatan joogtana farxad gelisa cidda dambeeti maadana farxad gelin karta dadka reer Puntland farxad gelin karta taa weeyataanu doonaynaa taa weeyataan ka codsanaya dowladda Puntland mar labaad iyo mar saddexaadba waan ka codsanayaa in dowladdu arintan ay si mataqaanaa nidaamka waafaqsan sharciga waafaqsan ay mataqaanaa uga soo baxdo xisbiyada waxaan leeyahay waxaynu inagu doonaynaa waa dimuqraadi dimuqraadi weeye waxaynu doonaynaa in xor la noqdo waxaynu doonaynaa inaynu nidaamka qabaliga ka baxno waxaynu doonaynaa in Puntland ay ku tallaabsato horumar buuxa ma qabo haddii aad qof loo xiraayo oo mid liita inta lasoo qabsado la keenayo oo la leeyahay ka doorto codka siiya ma jirto dadku waa inay doortaan qofkay rabaan nimanka xisbiyada u madaxda ama dadka xisbiyada xukuma waa sax madaxdayadu waa tihiin oo ma diidanin laakiin annaga ayaa u madax bannaan codka iyaga annaga ayaa mas-uul ka ah dadka iyaga iyo deegaanka iyaga wixii annagu aanu doonayno ama haddaanu nahay gudoomiyaasha degmooyinkii waa inay socdaan taasaan oranaya waxaanu mahadcelinayaa dhammaanba shacabiga Soomaaliyeed ee aaladda warbaahinta igala socda waxaan kaloo u mahadcelinayaa idaacadda radio Daljir ayaan u mahadcelinayaa waxaanu kaloo mahadcelinayaa baada saxaafadda Soomaaliya meel kasto ay joogaan hadday yihiin olka saxaafadda ee Puntland iyo hadday yihiin codka saxaafadda ee Soomaaliya oo dhanba ama nin kasto journalist oo madalinaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba